حارين. معليش ما نحبهم لا سخونين لا حارين. جارتنا مريم انا نبغيهم حارين سخونين باردين. ساقط بزاف مسقاط سحنون في لاكارت ناسيونال. حاضر. شو ود عمي ليلو انت ما جبتش السيزيام؟ كيف؟ لا لا ماشي بحال ما جبتش السيزيام. انت مسؤول، مسؤوليه قوي ما خلاتكش تجيب السيزيام. واش رايك نفتحوا شركه انت يا تقبض المسؤوليه تاع الناس تحللهم المشاكل تاعهم ونحلوا شركه كبيره نسموها شركه تعليلو كبيره للمسؤوليه. ولا غير عفسه شابه يا عليلو غير صدن باك بلي بدا مخو يختم. يو مبروك عليك صاحبي على بالك راك جايبهم هكا ونحل بيرو ونروح في البروفيسور عليلو صاير داير بسكوت. ان شاء الله مش من موفمون يرحم باباك بلا قرايه ما درنا والو وكي ماشي قاري انت علاش كي مشقيه روحك وجاي يحلك مشاكلك يا الحنونه اللي في راسي ما راحش في راسك ساه بركه وانا متخربه اكون تخرب شغل موت انت اركد مكولي غون 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 عليلو بهاد الخدمه حيدير دراهم كبار ان شاء الله يتكاكا ويرمي على اختو الصغيره مصيرفه. بونجور. وشو صاير داير فما؟ بون طوطو عليلو جي ان تري تري غران بروبليم كون جو بارل لي جون نو مو كومبرين با اي دايور توا تو ان في بارتي اي ان بلوس اون سو موك دو موا اي موا جون اي مار. نيمار نيمار حبيت نتعلم العربيه. تتعلمي العربيه؟ اه. باش تتعلمي العربيه لازم تلصقي الحرف الاول باش يروح مع الكلمه صاير داير بلا سكوتش. صح يا درع ليلو الله يقدر يفلي المشكل تاع خويا هذاك المغوفل. عرفتش انا كان مغوفل يوم السبت ما يخدمش. الحرف الاول تبعي معايا با با. بالك تغلط بالك تغلط. نو نو. نضربك نهبلك نضربك نهبلك. تا تا تمرك تمرك. فهمتي واش كاين واش ما كاش؟ مخك رفد. راني فاهمه تري تري بيان. ايوا يعطيك الصحه الشيخ تهلا الروجلي قول لي تشوف واش كاين فما. ايوا واش راه صاير داير بسكوتش؟ واش راه صاير داير بسكوتش قول لي تشو. شوف عليلو عندي مشكل كبير خويا الصغير يخاف العفاف شعره كبير داير لنا الظل وزاد لنا حتى لارجي في الدار وحصلت معاه كيفاه ندير. شوف يا زهر انت عباك شو ديري دوكا تطلقي راسك داركم هكا وتخلي الباب محلوله من بعد انا نافيكي ليكيب ونصدم نجيب بالطوندوز ومن بعد انا ندبر راسي. هيا خلاص طلقي راسك. مالا هكذا شتو كونت سيغ موا راني نخلي الباب مفتوح. بون فواغ يا سحنون نخلص عليه. دارت لي على قلبي ذي طفلة على باله. ليش بينكم؟ حتى انا ما عنديش. خديجة فازي افهم فين تندخل انا ولا تحبوا الشبان. خديجة ليلو سافا واش راكي خديجة لاباس؟ الحمد لله لاباس. مرحبا ليلو قالوا لي راك حل بيرو وتحل مشاكل ولاد الحومة. مين ذاك؟ أنا تاني بنت حومتك. بنت حومة وجارة. حليلو على بالك عندي مشكل. وشنو المشكل خديجة؟ أنا نو حاضر ناظر بالنواظر. إيه على بالك بلي أنا يا طفلة الوحيدة في الدار. على بالي. وقارية. صح. وشاطرة. كاينة. عباك مشكل تاعي وشنو؟ أنا حبة راجل
راجل بالطبع. الله يسلمك. ويكون مسؤول تانيك. يا ودي. وارتيست. يا ودي خورق. ويقدر المرأة. هذه الحاجة الشابة فيه. تاكلي حلوة الترك. وشني هنا عندي شوية حلوة المزمخ. بصح كاينة حاجة. قالوا لي الخطابة راهم يجوني للدار بصح كاين واحدة ويهرب فيهم. شو صاحبي خديجة بن ناصر اللي تدرى عليها ما تكونش كاع في ذي الحومة. راك تشوف ذي الحومة؟ لا لا الحومة اللي من الهلال بعيد فور ما تجي تبحر. راك تشوف بحر كفا بتروح تحرق وما شايلها ستها. شو محل صاحبي ويديروا صاحبي بشعرها. خلاص ماشي مشكل خديجة دوك نقبضني ونقنعني ونفري والمشكل نشوف. دوكا نخلص حنون يا اخي. كي مهبوله تخلصي حنون؟ سحنون يخلصك سحنون اعطيها 500,000. اي اوكي يعطيك الصحه. قال خير خويا عليلو. سحنون نحينا ال 500,000. خوك خوك دوك. عندي واحد المشكل. عندي وليدي جنون خرج من ليكو وانا كنت راجل في واحد البريكو طلع لي فوق الترود وانا نتبعته سوجمي بلا يمشي يمشي نقلت خلف الدروج اطلع في الفيراج خبط في الرومبو طاح عندك في البامبي فوت. دوك انت دوك هذا البامبي فوت ترفدو ولا نشكي بك عند البوليس ياك شو سبحان الله باين. دوك انت عندك باركينغ على زدتو بامبي ولا تحبو تزيدو عليها؟ شو جلالي ماشي غير نزيد عليها ونزيد نروح معاك بعيد. انا معول نزيد بيار معليش تساعدك وديجا خلاص اطلق راسك جلالي خلاص كملت معاك انا. راك تشوف شك تهدر اقسم بالله غير شكيت بك عند السورتية تاع البوليس في الدايرة قدام اميري خشتو ما تعبو السخلة. دي راه راه جلالي راه بصح جلالي راه داير واحد لومبيونس. مريم دالتك عليلو حي عافاك شحال راني فرحانة كي خليتني انا الاخرى ما على بالكش بيا جوغ صافي بليزير. ماشي عندي بروبلام يا عليلو وليت خالتي مسكين هاوي عاني راهم باصي كل ما يجوز على هذيك حومة الريسان يقريسي ويسرقوا له حوايجو يلبسوا له العبايه ويطلقوه. حومة الريسان فيها شي ماسكي. روحي اختي مريم انا ندبر راسي. اختك خديجه كيفا؟ قال خير ماشي خويا عليلو. الو جوني خلي لافوا في الدار واروح نتلاقى في حومة الريسان. سحنور ود عمي عليلو حب الاولى ما الضرب انا خاصت لي الترناقه شحال صفلي لا تقاشري صاحبي كذا ب10,000 حب الاولى في حومه الريسان كركرونا صاحبي. لافو هذه هي سبب نعمي محمد معليش قلت لك خليها في الدار. الحمد لله سلكت من الموت في حومه الريسان. هذا كاع على جل مريم وليد خالتها رحت زعما نحل المشكل حشيت مضروب هو نحبس هذيك خدمه. عليلو واش بكم بالعبايه تنقلب زين؟ احنا صلينا الجمعه يا سمير جمعه بصح اليوم الاربعه. الاربعه تاع الجمعه خلي الباب ويصون. اي يما ما قري زرقوني بصح والله ماني رايحه اني فكرت على الربعه اني تاع السته يا ودي نقعد هنا. اوي 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 راكم هنا أجل. يعطيكم الصحة باش تحفوا له الشعر وهو لا ومغوفل لا لا تحفوا لي ليه توخدوني هكذا. يا غلطنا صاحبي معليش وغلطتوا ثاني. اسمع انا ما فهمتش حاجة بو احنا غلطنا بصح شعرها شكون سبخوا لها؟ ود عمي عليلو انا سبختو لها. وانت شكون قالك سبغوا؟ لا موضة اكي راح في رياض محدث. وتزيدوا تمسخروا بيا ثاني. يا ودي روحي زهور روحي تي فافواغ تي روحي خوك رايح وتشو طريح كاع شعر شتو شو ما تعرفوا لو رايح لو جاي. وخدوني في شعري لهنا تربحهم باش يحفولوا لي حفولي ليا لي سينو بار.